نعم نعم سيد مضر، كنا نتحدث عن مخاوف من استخدام روسيا للسلاح النووي في خضم هذا التراجع العسكري بعض الشيء في كثير من مناطق الاشتباك، فبماذا تعلق؟ يعني أنا أستطيع أن أقول بأن روسيا لا تستطيع استعمال السلاح النووي. هناك يعني ضغط دولي كبير جدا على روسيا من أمريكا، من الاتحاد الأوروبي، من الكثير من دول العالم، حتى هناك ضغط من قبل تركيا، لأن تركيا هي قريبة من مواقع المعارك. يعني السلاح النووي سيؤثر على تركيا، على كازاخستان، على المجر، على بولونيا، على روسيا البيضاء، سيؤثر على المنطقة بشكل كامل، المنطقة المحيطة بأوكرانيا، حتى أنه سيؤثر على حتى على الشعب الروسي على الحدود الروسية الأوكرانية. هذا بالإضافة إلى أن هناك يعني منع أو هناك تحدي كبير من قبل دول العالم لروسيا بأن لو استعملت السلاح النووي سيكون هذا الأمر كارثة على روسيا وكارثة على المنطقة. الدول يعني الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وكذلك أمريكا بالإضافة إلى اليابان، بالإضافة إلى الصين، هذه كل الدول الكبيرة لا تسمح لروسيا باستعمال السلاح النووي. هناك محاولات من أجل إيقاف هذه الحرب، من أجل إقامة سلام شامل ودائم بين روسيا وبين أوكرانيا. الرئيس بوتين هو ينظر على أن إيقاف هذه الحرب يعني خسارة كبيرة جدا له، يعني خسارته لسمعته وسمعة الجيش الروسي، لأنه هو أو القيادات العسكرية الروسية قد أوعدت الرئيس بوتين أو أوعدت القيادات السياسية أو المجتمعية في روسيا بأن الجيش الروسي سيدحر الجيش الأوكراني خلال أسبوع أو أسبوعين، وسيتم تغيير نظام الحكم واعتقال القيادات السياسية والعسكرية.